بسم الله. الزملاء والزميلات الكرام، معكم محمد سعيد أخصائي البصريات. التعليم الأونلاين هو مثل التعليم المستمر أو التعليم عن بعد أو التعليم بالمراسلة الذي كان يتم فيما مضى قبل ثورة الإنترنت، بل هو أفضل من التعليم بالمراسلة لأنك في بعض الأحوال تستطيع أن ترى وتسمع المحاضر. في العالم الغربي ومنذ سنوات هناك مواقع على الإنترنت، الشبكة العنكبوتية، تقدم هذا النوع من التعليم الذي قد يشمل مقالات أو تسجيلات مرئية أو صوتية، ويطلب من الطالب أن يدرسها ثم يؤدي امتحان فيها، أو تتم له مقابلة مرئية على أحد برامج الاتصال على الانترنت ثم يختبر في مدى تحصيله لهذه المادة العلمية، وكان هذا يتم بمقابل مادي أو بدون مقابل مادي، ولكن بدعم من شركات كبيرة مثل شركة مايكروسوفت أو في بعض الجامعات الأمريكية أو الأوروبية الكبيرة العريقة كانت تؤدي مثل هذه الدورات كنوع من المنح الدراسية. مميزات التعليم الأونلاين: 1- لا مواعيد ولا حضور في مكان معين. 2- حرية الدراسة وحرية اختيار المواعيد وحرية اختيار المواد وحرية اختيار التخصص. عيوب: ما زال هناك الكثير من الدول لا تعترف به من ناحية التدريب العملي في أوروبا أو العلمي في أوروبا، ناهيك عن العالم العربي الذي لا يعترف به تماما. 2- لا يملك نفس المصداقية التي يمتلكها التعليم الانتظامي كالذهاب للكلية أو الجامعة أو المدرسة. الأهداف منه: 1- تطوير معرفة الشخص بمجاله العملي. 2- زيادة قوة السيرة الذاتية لسوق العمل. 3- استخدام بعض المسميات المهنية في سوق العمل مثل زميل كلية أو زميل جامعة كذا في الدولة الفلانية، أو زميل أو عضو هيئة مش عارف التخصصات في المكان الفلاني، في بعض هذه المسميات، أو مدرب معتمد أو محترف دولي. هذه المسميات تتم بناء على التعليم المستمر أو الأونلاين. الخلاصة: التعليم الأونلاين خط جديد ومسار آخر بدأ في الظهور والانتشار منذ فترة طويلة في العالم الغربي، وبدأ حديثا في العالم العربي، وما زال في قيد التطوير بل والمعرفة، وخصوصا في عالمنا العربي الذي يرفضه تماما. رأيي الشخصي: طور من نفسك أولا مجانا، طور من نفسك أولا مجانا، فإن لم تستطع طور من نفسك بالمال. إن لم تستطع أن تتطور من نفسك مجانا، إذن ادفع المال وطور من نفسك. شكرا جزيلا، دمتم طيبين، مع ألف سلامة.